اليوم رانا في ولاية جلفة من أجل تنظيم ملتقى جهوي لفائدة الولايات الهضاب العليا والجنوب حول التحسيس والتكفل بالمرضى المصابين بلسعات العقرب. منذ 30 سنة ونحن نقاوم ونعالج ونتكفل بحالات التسمم العقربي، جئنا اليوم في مدينة جلفة لتبادل المعلومات الطبية مع زملائنا الجدد ربما في الميدان، ويعطاهم يستفيدوا من التجربة تاعنا في التكفل بالحالات الخطيرة للتسمم العقربي. حتى سوري يرافق المواطن والمريض بصناعة الأمصال وكذلك بالعملية التحسيسية. هذا يوم وين جاو كل ممارسي الصحة من عدة ولايات، تمر راسة، عين قزام، بشار، منا، وين راح نتبدلوا الخبرات ورايحين نعطوا لهم كيفاش نقولوا احنا دراسه ميدانيه على انواع العقارب، على كيفاش تتعامل هذه العقارب، على كيفاش لا بريزون شارج يعني التكفل بالمريض. عندنا ثاني اخصائيين زملائي راه معايا في اللجنه الوطنيه لمكافحه التسمم العقربي، رايحين نتبادلوا الخبرات ونعطوا لهم كما نقولوا حنايا تقنيات في الدليل الصحي اللي جبناه معنا.